ازيكم يا جماعة، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. اهلا وسهلا بيكم، انا محمد جمال ودي قناة معلومات وتقنيات. ان شاء الله النهاردة هنتكلم على ازاي انشئ مستخدم جديد على الويندوز. بس قبل ما نخش في خطوات انشاء مستخدم جديد على الويندوز، لازم اسأل نفسي سؤال: انا اليوزر اللي انا عايز انشئه ده، هل عاوز انشئه محدود الاستخدام؟ صلاحياته محدودة، يعني مثلا ما يقدرش يخش على الفولدرات، ما يقدرش يخش على البارتيشنات، ما يقدرش يحذف برامج، ما يقدرش يديب برامج، ولا انا عاوزه ليه كل الصلاحيات؟ يقدر يدخل على البارتيشنات، يقدر يعمل اضافة للبرامج، يقدر يعمل حذف للبرامج. فلازم اكون محدد انا عايز اعمل انشاء مستخدم اني واحد فيه. لو في اول حالة عايزه محدود، ده ممكن يكون موظف عاوز اخليه، عاوز اضمن ان هو ما يخشش على ملفات مهمة او ملفات شخصية بتاعتي، فممكن احجم استخدامه على الجهاز ان هو يقدر يستخدمه بس في عمل انشاء التقارير. فعلشان كده مهم جدا ان انا اعرف انا عاوز اني نوع من انشاء اليوزر، هل انا عاوزه محدود ولا ليه كل الصلاحيات الادمينستريتور، علشان احدد. فخلينا نشوف مع بعض كده اول طريقة ان هي هنعمل انشاء مستخدم جديد محدود الصلاحية. هنروح على زيز بي سي ونضغط كليك يمين ونضغط على مانج، او ليها طريقة تانية، اجي على ستارت واضغط كليك يمين كمبيوتر مانجمنت واضغط كليك. هتفتح معانا الواجهة كده، هضغط على لوكال يوزرز اند جروبس كليك، واجي عند يوزرز واضغط دبل كليك، وهاجي عند ديسكريبشن واعمل سورت على اساس يرتب لي الاكتيف والديسيبل، وهاجي في منطقة فاضية واضغط كليك يمين واجي على فيو وادوس لارج علشان الايقونات بتاعتي تكبر. هنا لو نلاحظ ان انا عندي اربع يوزرات فيهم سهم اسود، السهم الاسود ده بيدل على ان اليوزرات دي ديسيبل مش شغالة. اما هنا لو جينا هنلاحظ ان عندي اتنين يوزرز، الاتنين شغالين واخدين نفس الصلاحيات الادمنستريت. نيجي بقى في حتة فاضية كده ونضغط كليك يمين ونضغط على نيو يوزر، ونيجي هنا على النيم هنكتب احمد، هنا هاجي هكتب الباسورد وليكن مثلا 1 2 3 4 5 6 وهكرره تاني. وهنا في اول اوبشن بيقول لي ان في حاله اللوجن هيطلب منه تغيير الباسورد، انا ممكن الغي له الاوبشن ده على اساس ما يغيرش الباسورد، وممكن هنا اعلم على اساس ما يطلبش منه تغييره واضغط كرييت كلوز كلوز. هنلاحظ هنا ان احمد نزل معانا في اليوزرز. لو جينا هنا دخلنا على احمد بروبرتيز وجينا هنا عند ممبر اوف ضغطنا كليك، هنلاحظ ان هو من ضمن جروب اليوزرز. لو جينا هنا عند محمد وجينا بروبرتيز وجينا ممبر اوف، هنلاقي ان هو في جروب الادمنستريتورز. فهخرج كده وعندي الحساب التاني اهو بروبرتيز، واجي ممبر اوف هلاقي اللي هو. هنروح دلوقتي نفتح يوزر احمد ونشوف ايه الصلاحيات اللي معاه ونرجع لكم تاني. ورجعنا لكم، احنا دلوقتي دخلنا على يوزر احمد، هاجي هنا اقف على ستارت علشان اتاكد ان انا على يوزر احمد واضغط كليك، واجي على الثلاث شرط اللي فوق، اول ما اقف عليها اهي انا كده على يوزر احمد. هنيجي بقى نشوف احمد يقدر يعمل ايه. لو جينا دخلنا على كنترول بانل في السيرش هنا، هكتب كنترول بانل واجي اضغط كليك، هتفتح معانا الواجهه كده، اجي على ان انستول واضغط كليك، هتدخلنا على البرامج، هاجي على اي برنامج كده واجي اضغط دبل كليك على اساس اعمل له ازاله، هلاقي اللي هو بيطلع لي الرساله وبيقول لي انت ما معكش الصلاحيه، انت مش ادمنستريتور علشان تقدر تشيل البرنامج. يبقى انا هنا قدرت احدد استخدام احمد ان هو ما يقدرش يحذف برامج او يديب برامج. طب تعالوا كده نخش على زيز بي سي اللي هي زي ماي كمبيوتر كده اهي، واجي اضغط كليك، هنلاقي احمد ان هو يقدر يخش على البارتيشنات ويقدر يعمل ديليت او يعدل على الملفات الموجوده.
طبعا انا مش عاوز كده، انا عاوز احدد صلاحيات احمد. خلاص انا قننتها في ان هو ما يقدرش يعمل اضافه للبرامج او يعمل ازاله للبرامج. انا دلوقتي مش عاوزه يدخل على البارتيشنات ممكن تكون فيها حاجات شخصيه، ممكن انا عاوزه ما ينشغلش ويبدا يشتغل في الملفات والتقارير. يبقى انا هنا بسلم احمد جهاز صلاحياته معدومه ان هو ما يقدرش يخش على بارتيشنات، ما يقدرش يضيف اي برامج، ما يقدرش ياخد اي ملفات. طيب احنا هنتحكم ازاي ان احمد ما يقدرش يخش على الملفات؟ هنرجع تاني ليوزر الادمنستريتور علشان نوريكم ازاي نلغي لاحمد صلاحيات ان هو يقدر يخش على البارتيشنات. نرجع لكم تاني، نيجي على الثلاث شرط علشان نتاكد. هنلاقي الله اكبر، ادي الحساب الادمنستريتور. هاجي هدخل بقى على زيز بي سي واجي على البارتيشن اللي انا عاوز احدد ان احمد ما يقدرش يستخدمه. هاجي اضغط كليك يمين واجي على بروبرتيز، هاجي على سكيورتي هضغط كليك. هنا زي ما احنا شفنا اي اكونت بيتعمل له اضافه بيقدر يخش على البارتيشنات عادي، فانا عاوز احدد واحجم استخدام بعض اليوزرات ازاي. هخش من هنا اجي بقى اضغط على ايديت، اضغط على اد، وهنيجي نكتب هنا احمد واضغط تشيك نيمز. هيكتب لي اسم الجهاز بتاعي وسلاش احمد، تمام كده. اضغط اوكي هيكتبه لي هنا اهو احمد. اجي اتاكد ان انا واقف عليه واعلم عليه كده بالازرق، وانزل هنا على ديناي واعلم عليه. اول كليك هتعلم لي على الكل، واجي ادوس ابلاي. هنا الخطوه دي خلاص مش مهمه بالنسبه لي، انا ممكن اكنسلها واروح. هلاقي ان احمد اتقفل له ان هو يخش على البارتيشن. لو رحت دلوقتي لاحمد وفتحت اليوزر بتاعه هلاقيه ان هو ما يقدرش يخش على البارتيشن. هنروح ليوزر احمد ونرجع لكم تاني. دخلنا دلوقتي على يوزر احمد، هنيجي نقف على ستارت ونيجي على ثلاث شرط. ادي احمد اهو. لو جينا دخلنا على زيز بي سي هنضغط كليك، هنيجي نلاقي ان احمد ملوش صلاحيه ان هو يخش على البارتيشن. هضغط دبل كليك، اكسس از دينايد، يعني انت ما معكش الصلاحيه ان انت تخش البارتيشن ده، مقفول. اقدر اطبق الكلام ده على البارتيشنات الثانيه، يبقى انا حجمت احمد وما يقدرش يخش على البارتيشنات، ولا يقدر يعمل حذف للبرامج ولا يعمل اضافه للبرامج. نشوف بقى الخطوه الثانيه، هنعمل يوزر بصلاحيات الادمنستريتور. هنروح دلوقتي للحساب الادمنستريتور علشان نعمل مستخدم جديد بصلاحيات كامله. ورجعنا لكم تاني، هنيجي بقى هنا على ستارت ونيجي نقف على الثلاث شرط. الله اكبر، ده الادمنستريتور. هنيجي بقى نعمل حساب مستخدم جديد بصلاحيات الادمنستريتور. هنضغط على زيز بي سي كليك يمين ونضغط مانج، هتفتح معانا كده الصفحه. هاجي على لوكال يوزرز اند جروبس، اضغط كليك واجي عند يوزرز، اضغط دبل كليك واجي اقف في حته فاضيه كده واجي فيو لارج علشان اكبر الايقونات بتاعتي. ادي احمد اهو وصلاحياته خلاص بقت محدوده. اجي دلوقتي عاوز اعمل مستخدم جديد بصلاحيات الادمنستريتور، هاجي في حته فاضيه كده واضغط كليك يمين نيو يوزر، وهاجي اكتب الاسم بتاعه وليكن علي، وهاجي هنا ممكن اسيب له الباسورد وهو يكتبه. هنا الاوبشن ده اول عمليه دخول ثانيه هيطلب منه ان هو ينشئ كلمه سر بمعرفته. هاجي اضغط كرييت واضغط كلوز، هلاقي ان علي نزل اهو مع اليوزرز. اجي اضغط على علي كليك يمين وانزل على بروبرتيس واضغط كليك، واجي على ممبر اوف واضغط عليها. هلاقي ان علي من اليوزرز، يعني بردك صلاحياته كده محدوده، انا عايز ارقيه واخليه ادمنستريتور. هاجي اقف على يوزرز وادوس ريموف واجي على اد واكتب هنا ادمنستريتورز،
نتأكد يا جماعة ان احنا كاتبين في الاخر اس، واجي اضغط على تشيك نيمز هيقرا معايا اسم الجهاز وسلاش ادمنستريتورز، اضغط اوكي ابلاي واوكي. كده علي معايا صلاحيات الادمنستريتورز بالظبط. لو جيت ضغطت على علي كليك يمين بروبرتيز وجيت ممبر اوف ضمن اليوزرز الادمنستريتورز، فكده نكون عرفنا ازاي نعمل يوزر محدود ويوزر بصلاحيات الادمنستريتور. اتمنى يكون الشرح عجبكم، وما تنسوش تدعمونا بلايك وسبسكرايب، وانتظرونا في فيديوهات قادمة ان شاء الله. مع السلامة.